السابعة والنصف في رؤيا أهلا ومرحبا بكم أهلا بكم والبداية مع العناوين. نقابة المعلمين تعقد مؤتمرا صحفيا هذه الليلة لإعلان موقفها من الإضراب. وزير الخارجية الأمريكي يدعو المجتمع الدولي إلى الإنضمام إلى تحالف دولي لمجابهة خطر تنظيم داعش. مقتل العشرات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بعملية عسكرية نفذها الجيش العراقي في محافظة الأنبار. مجلس الأمن يناقش مشروع قرار أمريكي لنزع السلاح من الفصائل الفلسطينية وتدمير الأنفاق في قطاع غزة. واربعون الف اسره تسلمت دعم بدل المحروقات خلال الاسبوع الماضي بقيمه اربعه ملايين دينار تقريبا كانت تلكم العناوين والى التفاصيل تعقد نقابه المعلمين مؤتمرا صحفيا في الساعه التاسعه من هذه الليله في مجمع النقابات المهنيه للاعلان عن قرارها بانهاء الاضراب عن العمل او الاستمرار فيه. وكانت مصادر في النقابه رجحت ان يتخذ المجلس قرارا بفك الاضراب الذي بدا في السابع عشر من الشهر الجاري بعد ان لبت الوزاره خمسه مطالب من اصل سته على ان تؤجل مناقشه مطلب علاوه الطبشوره. وعقد مجلس نقابة المعلمين اجتماعاً مطولاً اليوم لمناقشة موقفه من الإضراب بعد أن فوضت اللجنة المركزية للنقابة قرار فكه أو استمراره إلى مجلسها يوم الخميس الماضي المطالب السته للمعلمين تشمل تعديل نظام الخدمه المدنيه وتحسين خدمات التامين الصحي واقرار علاوه الطبشوره واصدار تشريعات لحمايه المعلم بالاضافه الى اقرار نظام المؤسسات التعليميه الخاصه واحاله صندوق ضمان التربيه الى مكافحه الفساد هذا وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد زنيبات أهمية صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يخدم كافة المعلمين والعاملين في الوزارة ما عدا الوزير ذاته. ودعا زنيبات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للصندوق، دعا كافة المعنيين إلى مناقشة أفضل الحلول للوصول إلى أفضل أداء للصندوق. طارحا فكره اشراك ممثل عن نقابه المعلمين في مجلس اداره الصندوق للعاملين في وزاره التربيه والتعليم وناقش الاجتماع أيضا تقرير مدققي الحسابات لبيان التقرير السنوي وحسابات الصندوق لعام 2013 إضافة إلى قضية حل الصندوق ومسألة إضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضوا في مجلس إدارة الصندوق وإضافة ممثل من هيئة فرع النقابة في كل محافظة عضوا في الجمعية العمومية كما عرضت قضية اختيارية عفوا كما عرضت قضية اختيارية عضوية الصندوق للعاملين في التربية واستثمار أموال الصندوق بما يعود بالفائدة على الجمعية العمومية كل الأمور الآن مفتوحة ومطروحة على الجمعية العمومية ما تخرج به الجمعية العمومية من قرارات سنلتزم به جميعا إذا خرجت الجمعية العمومية بتعديل نظام الصندوق فلا باس من ذلك تعد النظام بالاتجاه الذي تريده الجمعيه العموميه وبما يحافظ على اموال المشتركين في هذا الصندوق، لان هذا الصندوق لا يضم فقط المعلمين بل يضم ايضا مجموعه من العاملين في وزاره التربيه والتعليم ينتمون الى نقابات اخرى، ويضم ايضا موظفي الفئه الثالثه، وهؤلاء عددهم لا يقل عن 10500 موظف. انطلقت في عمان اليوم فعالية اللقاء الخامس لمنتدى القيادات الحكومية الذي تنظمه وزارة تطوير القطاع العام للاستماع إلى تجربة سنغافورة في مجال تطوير الإدارة العامة وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور. وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالد قال ان عقد هذا اللقاء ياتي للاستفاده من الخبره السنغافوريه في مجال الاداره العامه والتعاون معهم في مختلف الجوانب مثل تطوير الخدمات الحكوميه وبناء القدرات المؤسسيه والوظيفيه والتدريب وغيرها من الجوانب واضاف ان منتدى القيادات الحكوميه يتيح لقيادات الجهاز التنفيذي الحكومي التعرف على ابرز التجارب الدوليه واهم الخبرات لدى بعض الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعه مثل سنغافوره وذلك بفعل تطوير الاداره العامه لديها واكد الخوالد اهميه العمل على تمكين قيادات الجهاز الحكومي لتصبح مرجعا موثوقا في صنع القرار ورسم السياسه العامه في الدوله يتلخص هذا المشروع باطلاق منظومه متكامله لتقييم شاغلي الوظائف القياديه واعني بالوظائف القياديه وظائف المجموعه الثانيه من الفئه العليا ومناعمين ومدرعمين ومن في حكم هذه الفئه وهذا النص وارد في نظام الخدمه المدنيه النافذ حاليا في الماده 70 الفقره د يتحدث عن اصدار نظام او منظومه متكامله لتقييم الاداء بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس الخدمه المدنيه دعا وزير الخارجية الامريكي جون كيري المجتمع الدولي الى الانضمام الى تحالف دولي لمجابهة خطر تنظيم الدولة الاسلامية المعروف اعلاميا بداعش، وقال كيري في مقال له نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية: ان ما يحتاجه العالم لمواجهة رؤية التنظيم العدمية وخططه في الابادة الجماعية هو تحالف عالمي يستخدم ادوات سياسية واستخبارات قوية لدعم القوة العسكرية وقوى فرض القانون فضلاً عن المساعدات الإنسانية. ولفت كيري إلى أن خطر الدولة الإسلامية يمكن أن يمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط مضيفاً أن التنظيم استطاع أن يضم قوة من المقاتلين الجهاديين الشرسين ذوي الطموحات العالمية وحذر كيري العالم من تنامي خطر المقاتلين الأجانب المنضمين للتنظيم الذين باتت عودتهم إلى بلدانهم تشكل تهديدا على الأمن الداخلي للدول الغربية وفي مقارنة له بين داعش والقاعدة اعتبر الوزير الأمريكي أن داعش أوسع وأفضل تمويلا من القاعدة وأن قدرة عناصر التنظيم على الاستحواذ والمحافظة على المناطق التي يبسطون سيطرتهم عليها أكثرُ من أيِّ تنظيمٍ إرهابيٍّ، إضافةً إلى تواجدِهم في منطقةٍ حيويةٍ تحاذي كلًّا من الأردنِ ولبنانَ وتركياً وقريبةٍ بشكلٍ خطيرٍ من إسرائيل نعم لنا وفي ذات السياق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر في خطاب القاه يوم امس من تمدد تنظيم الدولة الاسلامية الى الاردن ولبنان، مضيفا انه يسعى الى سن تشريع جديد يشدد القيود على البريطانيين المسافرين الى سوريا والعراق للقتال الى جانب المتطرفين، وقال كاميرون انه وضع استراتيجية جديدة لمكافحة كل من يدعم الاعمال الارهابية وان كان خارج حدود بريطانيا. خطاب كاميرون جاء في اعقاب رفع بريطانيا درجة الامني الى ثاني اعلى مستوى خشيه عمليات ارهابيه قد تتعرض لها البلاد انعكاسات هذه التصريحات على الاردن نطرحها في التقرير التالي ما زالت تخوفات المد الداعشي في منطقه الشرق الاوسط تشكل هاجسا لحكومات تلك الدول فبعد سيطره تنظيم الدوله الاسلاميه على اجزاء كبيره من سوريا وبعض محافظات العراق اصبح الحديث عن تهديدها للاردن ولبنان بصبغه رسميه دوليه تجمع على انه ثمه خطر وشيك يهدد امن واستقرار الاردن ولبنان فبعد تحذيرات عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية للأردن من خطر داعش على سلامة أراضيها خرج رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ليزيد من حدة تلك التحذيرات مستشهدا بحجم معاناة بلاده من التطرف والتي أعلنت مؤخرا عن رفع حالة التأهب إلى ثاني أغلى درجة خشية وقوع عمليات إرهابية We are facing a terrorist organization. فيما يتعلق بتنظيم داعش نواجه مجموعه ارهابيه تحاول ان تؤسس لنفسها في دوله معينه وان توسع نفوذها لتعميم دوله ارهابيه قد تمتد الى لبنان والاردن قد نواجه دوله ارهابيه على البحر المتوسط وذلك سيشكل تهديدا لدول حلف شمال الاطلسي تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون راى فيها محللون جانبا يبعد كل البعد عن المعنى الحقيقي الذي اراده كاميرون في تصريحاته الاخيره ربما يكون جاي في سياقين او في احتمالين، الاول ان يكون هناك خطر حقيقي يعني توصلت اليه التقديرات الاستخباريه والامنيه في بريطانيا نتيجه خطر دهم، والاحتمال الثاني وهو الارجح بالنسبه لانه هو خلق لجو سياسي واعلامي معين تمهيدا لاجراءات معينه قد تقدم عليها قوى دوليه ضد تحديدا تنظيم داعش في العراق وسوريا، خصوصا وانه خلال اسبوع سيكون هناك قمة لحلف شمال الأطلس في ويلز في بريطانيا، والمعلومات تقول أن الرئيس الأمريكي سيعرض خطة لتحالف دولي لمواجهة التنظيمات المتطرفة بما فيها داعش وبما فيها القاعدة وجبهة النصرة. الشارع الأردني بدا مرتاحا غير آبه لتلك المخاطر التي يتحدث عنها الساسة والمحللون العسكريون من خطر داعشي وشيك يهدد أمن الأردن لا سيما وأن سيطرة التنظيم على مجموعة واسعة من المدن السورية والعراقية لا يمكن أن يتحقق في الأردن في ظل وجود دولة قوية لها تجارب سابقة في محاربة الإرهاب جيشنا قوي والحمد لله ما في إيش اسمه داعش عندنا في الأردن أصلاً منطقتهم منطقة تاثيرهم هي في العراق وجدوا هناك بيئة مناسبة العراق وسوريا بلدنا محمية إن شاء الله وبرغم هذا الارتياح الشعبي الواسع من استحالة تكرار سيناريو داعش بسوريا والعراق في الأردن إلا أن ذلك لم يثنهم عن دعوة الحكومة لمزيد من الإجراءات العملية الاحترازية لاستئصال أي ورم خبيث قد يحدثه تنظيم داعش على الأراضي الأردنية رعد بن طريف رؤية وفي العراق اعلن الجيش العراقي اليوم مقتل 36 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية في عملية عسكرية نفذها في مناطق شرق الفلوجة في محافظة الأنبار، وقال قائد عمليات الأنبار رشيد فليح إن قوة من فرقة التدخل السريع الأولى بدأت منذ صباح اليوم عملية عسكرية ضد مواقع التنظيم في تلك المناطق بالتعاون مع الشرطه العراقيه وبمسانده العشائر، حيث شنت القوات العراقيه عمليه عسكريه لتطهير اخر معاقل التنظيم في قضاء الخالص بمحافظه دياله. على صعيد متصل شنت القو... قوات البشمركه معززه بغطاء جوي امريكي وعراقي مشترك هجوما واسعا على الاجزاء الغربيه من مدينه الموصل، وذلك في مسعى لقطع امدادات تنظيم الدوله الاسلاميه. القادمه من سوريا نعم لنا إلى ذلك وقعت اليوم اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات حفظ السلام الفلبينية ومسلحين سوريين في هضبة الجولان المحتلة وفقا لما أعلنته الحكومة الفلبينية وقال وزير الدفاع الفلبيني في تصريح صحفي إن أكثر من سبعين فردا من قوات حفظ السلام كانوا عالقين في موقعين على هضبة الجولان حيث تمكنت إحدى المجموعتين من الجنود الفلبينيين من التسلل والخروج ولكن المجموعة الثانية تعرضت إلى هجوم عنيف من قبل مسلحين في الأراضي السورية وكانت الامم المتحده اعلنت يوم الخميس الماضي ان 81 فردا من قوات حفظ السلام الفلبينيه عالقون في موقعين على هضبه الجولان مع 44 جنديا فيجيا. وفي عمان نظمت الحركه الاسلاميه مهرجانا خطابيا تضامنا مع المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه تحت عنوان "كلنا مقاومة" بحضور عدد من القيادات الحزبية والشبابية والشعبية والدينية. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في كلمة متلفزة: "إن الأردن التوأم وشقيق الروح، وإن الشعب الفلسطيني يقدر موقف الأردنيين إلى جانب المقاومة". واكد مشعل ان الاردن كان دائما حاضرا بتفاعله وبدعمه السخي وان دعمه وقوافله الى غزه لم تنقطع ودعا الله ان يحفظ الاردن ليكون حضن فلسطين ودرعها وسندها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد هنأ الشعوب العربية والإسلامية بما حققته المقاومة من انتصار على أرض غزة مشيرا إلى أن الأردن من شماله إلى جنوبه يقف إلى جانب المقاومة بدورهم المشاركون نددوا بالمواقف الدولية إزاء ما شهدته غزة من إبادة للمدنيين أطفالا ونساء وشيوخا إنه نموذج الجهاد والاعتداء ومش يا نور وكان الأردن العزيز هذه الأرض المباركة أقرب البلاد إلى القدس وإلى بيت المقدس إلى هذه الأرض المباركة المقدسة هذه الأرض أرض الأردن الحشد والرباط والأصالة ونحن وإياكم شعب واحد وقضية واحدة هذه الاردن اخرجت كل ما فيها من خير فجزاكم الله خيرا كشف دبلوماسيون في الامم المتحده ان واشنطن قدمت مشروع قرار لحظر السلاح في قطاع غزه يكون اساسا لحل بعيد المدى خارج اطار السلطه الوطنيه الفلسطينيه وينص مشروع القرار على تحويل قطاع غزه الى منطقه خاليه من السلاح باستثناء سلاح السلطه الفلسطينيه وهو القرار الذي يتقاطع مع مقترحات اوروبيه بهذا الشان كما ينص القرار على تدمير الانفاق بين قطاع غزه ومصر واسرائيل ما ان انتهى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه حتى بدأت المعركه الدبلوماسيه بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد اعلن قبل ايام عن نيته ايجاد حل لاستمرار العدوان على القطاع، كما واعلن مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس سيطلب من مجلس الامن الدولي تحديد موعد محدد ونهائي لانسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينيه المحتله. عام 67 قطاع غزه بالذات تعرض الى ثلاثه حروب، هل نتوقع حربا اخرى بعد سنه او سنتين؟ والى متى ستبقى القضيه بدون حل. نحن سنضع امام القياده رؤيتنا لهذا الحل ونستمر في التشاور فيه مع الاشقاء ومع المجتمع الدولي يكون هناك قرار دولي مش بس بتحديد أن الحدود هي حدود 67 وإنما تحديد موعد دقيق لانسحاب إسرائيل وفي الوقت الذي تستعد فيه القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال تستعد إسرائيل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساسا لحل بعيد المدى يحول دون تكرار الحرب الأخيرة على قطاع غزة ويهدف بالأساس إلى تجريد فصائل المقاومة في القطاع من سلاحها مشروع القرار الذي تسعى إليه الولايات المتحدة من أجل نزع السلاح بالتعاون مع إسرائيل أعتقد لن يكون هو القرار الذي سيصدر مجلس الأمن لأنه هناك كان مشروع قرار أردني قدم في 19 سبعة لمجلس الأمن وهناك مشروع كذلك أوروبي ومشروع أمريكي. أعتقد سيكون هناك في حال الوصول إلى قرار من أعضاء مجلس الأمن سيكون هناك قرار يضمن الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصه في استنادا الى القرارات السابقه لمجلس الامن، المشكله بالقرارات السابقه انه كان لم يكون تحديث سقف زمني، المطلب الفلسطيني الان بانه نحن بحاجه الى سقف زمني وبحسب دبلوماسيين في الامم المتحده فان الولايات المتحده قدمت مشروع قرار ينص على جعل القطاع منطقه منزوعه السلاح باستثناء السلطه الفلسطينيه وعلى تدمير كل الانفاق عبر الحدود مع الاراضي المحتله ومصر على ان يصدر القرار قبل انتهاء الجوله الثانيه من المفاوضات التي ترعاها مصر بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وفيما يتعلق بهذه المفاوضات اكد عضو المكتب السياسي لحركه حماس موسى ابو مرزوق انه لا توجد حتى الان اتصالات لاستئناف التفاوض في القضايا العالقه بين الفلسطينيين والاسرائيليين لتثبيت وقف اطلاق النار بانتظار بيان من الجانب المصري يدعو الى استئناف المفاوضات، ودعا ابو مرزوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى عدم جعل قرار السلم والحرب علامه اتهام لحركه حماس مشددا على ان قرار الحرب ضد قطاع غزه اصدرته اسرائيل. تصريحات ابو مرزوق جاءت تعقيبا على تصريحات الرئيس الفلسطيني التي قال فيها ان حركه حماس هي المسؤوله عن اطاله امد الحرب الاسرائيليه على القطاع وانه كان في الامكان تفادي ارتفاع عدد الضحايا. 51 يوما التزمت فيها فتح وحماس بوقف التراشق الاعلامي بين الطرفين وهي اطول مده منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007. هذه كانت مده العدوان الاسرائيلي على غزه ولا مجال خلالها للحديث عن اي انقسام او مشاكل داخليه لا تكاد تمر ايام قليله على انتهاء العدوان حتى عادت التصريحات الاعلاميه بين الطرفين القيادي في حركه حماس موسى ابو مرزوق قال في تصريح صحفي له ان ما صرح به الرئيس محمود عباس عن وجود حكومه ظل في قطاع غزه لا يخدم ملف المصالحه ابدا وعلى الرئيس ان يفكر اكثر من مره اذا اراد الحديث عن الموضوع مره اخرى كما قال ابو مرزوق وكان الرئيس محمود عباس قد قال في حوار متلفز معه ان حماس لديها حكومه ظل ولديها وكلاء وزارات وان هذا الامر يهدد المصالحه وتساءل الرئيس عباس اذا كان بامكان حكومه الوفاق الوطني ان تعمل في قطاع غزه ام ان هناك جهات ستمنعها واشار الى الاعتداء على وزير الصحه الفلسطيني في قطاع غزه. اعتقد ان الامور ستزداد سوءا في المرحله القادمه. وهذه تتجاوز قضيه طهاره السلاح من جهه او مرحله المقاومه وستكون اكثر شراسه بين الاطراف خاصه ان التوافق والمصالحه لم يكن على اسس متينه. المطلوب هو التسريع في عمليه خلق وقائع على الارض في قطاع غزه بالنسبه لحكومه التوافق الوطني اذا كان ذلك بالامكان رغم ما يحدث اعلاميا من تراشق وتبادل للاتهامات بين الطرفين، الا ان احاديث تدور في اروقه القياده الفلسطينيه عن جلسات حوار واجتماعات بشان تطبيق الملف على الارض ودفن الانقسام الى الابد والبدء بتنفيذ ما عرف باتفاق الشاطئ في قطاع غزه، والاتصالات بين فتح وحماس لم تتوقف منذ توقيع الاتفاق وان كل الجهود تبذل لتثبيت كل شيء قبل ان يعود الفلسطينيون الى ايام الاقتتال الداخلي وتعمق الانقسام الاتصالات يعني هي دائمه بيننا، قبل ايام كنا مجتمعين مع قياده حركه حماس في قطر والتواصل قائم من اجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، اتفاقيات المصالحه وتمكين الحكومه التي تم الاتفاق عليها ايضا مع الاخوه في حركه حماس، حكومه الوفاق الوطني من ممارسه مسؤولياتها في قطاع غزه. يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تطورات على صعيد الانقسام ولا تستبعد أن تعود القضية إلى المربع الأول إذا لم تتوفر نية صادقة لدى الطرفين لإنهاء الانقسام فعلا لا قولا أحمد براهم رؤيا رام الله أهلا بكم من جديد، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى في بيان الليلة الماضية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت نشاطاتها الاستيطانية وواصلت اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في أعقاب وقف إطلاق النار، ويأتي هذا التصريح بعد أن صادقت ما يسمى ببلدية القدس نهائياً وبغالبية كبيرة على إقامة مدرسة دينية يهودية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وبحسب الخطه الاسرائيليه سيتم بناء المدرسه المكونه او المؤلفه من تسعه طوابق في قلب الحي الفلسطيني حسب ما قررته اللجنه المحليه للتنظيم والبناء الاسرائيليه قضت محكمه مصريه باعدام القيادي في جماعه الاخوان المسلمين عاصم عبد الماجد وخمسه اخرين في القضيه المعروفه اعلاميا باحداث مسجد الاستقامه كما قضت المحكمه بتخفيف الحكم في القضيه ذاتها من الاعدام الى السجن المؤبد على المرشد العام للجماعه محمد بديع وكل من صفوه حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عوده وكانت النيابه العامه المصريه احالت المتهمين في قضيه احداث مسجد الاستقامه الى محكمه الجنايات على خلفيه عدد من التهم من بينها قتل تسعه اشخاص والشروع في قتل واحد وعشرين اخرين نعم لنا والى اليمن حيث قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم اعاده تكليف اللجنه الرئاسيه للتفاوض مع الحوثيين شمال اليمن. هذا القرار ياتي غداه اصدار مجلس الامن الدولي بيانا ادان فيه انشطه جماعه الحوثي وهدد بفرض تدابير عقابيه عليها كما عبر المجلس عن قلقه ازاء الانباء المتعلقه بتحالف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مع جماعه انصار الله الحوثيه في اليمن. حكومه الوفاق الوطني في اليمن رحبت ببيان مجلس الامن في حين لم يصدر اي تعليق من قبل الخوفيين على قرار المجلس وبالعودة إلى الأخبار المحلية اطمأن وزير الصحة الدكتور علي الحياصات اليوم على طفل أصيب بعيار ناري في رأسه خلال حفل زفاف قبل أيام ويمكث حاليا في مستشفى البشير حيث وصفت حالته الصحية بالسيئة ووصف الدكتور الحياصات من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات بالقتلة قائلا يجب أن يحاسب مطلقوها بأقصى العقوبات المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا جورج برهم إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج بات ظاهرة داخل مجتمعاتنا تسبب الكثير من الإصابات القاتلة وتقلب الأفراح إلى أتراح. أنا كنت واقف على السطح أنا وولادي وبناتي وابن أخوي جنبي واقف ما عدينا إلا طلق طايش من العرس أجا فارتم الولد وأنا حملته على المستشفى دم مسال وحملته على المستشفى يعني أنا كنت فاقد وعي وأنا أحمل فيه وهذا الاشي احنا يعني الطخ ناشد مدير الامن العام انه يمنع الاشي هذا ويحط عقوبة على الناس هاي كمان الصحيح انه وضع الطفل حاليا يعني ما منه لانه الرصاصة مستقرة في الدماغ وعملت عملت دمج للدماغ بحيث انه اصبح غير فعال اخر اصابات رصاص الافراح كان لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات بعيار ناري مساء الجمعة خلال حفل زفاف في منطقة الأشرفية. الطفل كان يقف في شرفة منزله التي تعلو حفل الزفاف لتنطلق رصاصة من بندقية بومباكشن بلا وجهة وتستقر في رأسه لتحوله إلى مستشفى البشير في قسم العناية الحثيثة وحالته العامة حرجة. يعني هو في بيته آمناً مطمئناً، إجته إصابة بعيار ناري من شخص يدعي انه فرحان انا برايي هذا بسيء لكل شيء انساني بسيء لكل شيء اخلاقي انه انه طفل بتفرج ويصبح ضحيه انا برايي من يرتكب ومن يدعي انه فرحان هذا مشروع قاتل هو قاتل بحد ذاته طلقات الطائشة أصبحت شغلنا الشاغل بيجينا أكثر من 15 حالة لطلقات طائشة بالشهر ونتائج الطلقات طبيا سيئة جدا وسيئة للغاية وغالبا الوفاة هي بتكون النهاية لل... للإنسان المصاب ظاهرة إطلاق النار من أشخاص غير مسؤولين يلعبون بأرواح البشر دون أي شعور بالمسؤولية ضاربين أرواح الموجودين بعرض الحائط ليجعل كل واحد منكم معرضا لخطر الاصابه برصاصه طائشه ربما تودي بحياته او بحياه احد اولاده فلماذا لا نحارب تلك الظاهره عبر عده طرق ومنها عدم حضور تلك المناسبات التي يطلق فيها النار ومصادره الاسلحه حتى لا يكون هناك ضحيه جديده صحيح ان مطلق النار في قضيتنا هذه في قبضه الامن لكن عددا كبيرا منهم ما زال بيننا ويعرض أرواحنا للخطر جورج برهم رؤية نظمت شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية المنبثقة عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي جولة للإعلاميين اليوم في إدارة شرطة الأحداث لإطلاعهم على ألية عمل إدارة الشرطة وطرق التعامل مع الأحداث وتأتي هذه الجولة بغرض كسب التأييد لقضايا الاحداث وتحقيق المصالح الفضلى لهم عبر تسهيل اعاده تاهيلهم وادماجهم في المجتمع وضمان عدم عودتهم الى الجريمه مره اخرى. مدير شرطه الاحداث العقيد زياد القرعان اوضح ان مديريه الامن العام ستعمل قريبا على استحداث مديريات شرطه احداث في المفرق وفي وسط عمان كي تتعامل مع جميع القضايا التي تخص الاحداث. تعرفنا وطرحنا لهم اليوم إيجاز مختصر عن عمل هذه الإدارة، والأهداف التي أنشئت من أجلها، وكان الحوار من قبل الطرفين حوار بناء تعرفوا من خلاله على الاهداف الرئيسيه لانشاء اداره شرطه الاحداث اللي هو التعامل مع الاحداث الجانحين والهدف الرئيسي هو تحقيق المصلحه الفضلى للحدث الجانح او الحدث اللي في نزاع مع القانون. خلفيه الزياره الصحيح انه انشئت شبكه حديثه بمبادره من مجموعه من الاعلاميين اللي بيشتغلوا في مواقع إخبارية مرئية ومسموعة وإلكترونية حتى يكونوا هم مؤازرين لقضايا الطفولة وقضايا الأحداث وحمايتهم وكرامتهم آه هذه الشبكة تم تسميتها شبكة أعلاميون من أجل العدالة الجزائية وبدأت نشاطاتها بزيارة إدارة شرطة الأحداث حتى تعرف على آه هذه الإدارة وعلى خدماتها الخدمات التي تقدم الإجراءات التي تتم فيها خصوصا أنه إحنا نتحدث عن مشروع قانون أحداث جديد اختتم مهرجان او اختتم مهرجان جدار الثاني للثقافة والفنون فعاليته في منطقة ام قيس بعد ان قدم على مدار ثلاثة ايام باقة من العروض الفنية والابداعية هذا المهرجان الذي نظمه ملتقى شباب جدار الثقافي بالتعاون مع فرع رابطة الكتاب في اربد وملتقى الزرقاء الثقافي يسلط الضوء على منطقة جدارة أم قيس الأثرية ومكانتها كشاهد على مجد الماضي وعبق الحاضر، وتضمنت فعالية المهرجان قراءات شعرية ومشاهد تمثيلية ودبكات شعبية وزجلاً شعبياً وتم عرض أفلام وثائقية نكملها من أفغانستان حيث وجدت المواطنة الأفغانية سارة بهائي وجدت نفسها مجبرة على تحدي العادات والتقاليد الصارمة في مجتمعها بعد أن أصبحت أول سائقة سيارة أجرة في بلادها التفاصيل في التقرير التالي بعد أن وجدت نفسها مضطرة لإعالة 15 شخصاً من أفراد عائلتها وعائلة شقيقتها الأرملة، تحدت الأفغانية سارة بهائي كل القيود الاجتماعية والقبلية الصارمة التي تحكم مجتمعها الأفغاني لتكون أول سائقة سيارة أجرة بل والوحيدة في بلادها. تقول بهائي التي تبلغ من العمر اربعين عاما انها تلقت تهديدات بالقتل واحراق سيارتها من قبل عده جهات في حال عدم تركها لهذه المهنه التي اكدت انها ستواصل العمل بها بكل عزم وقوه في وقت لم تخفي فيه سعادتها لانها كانت صاحبه المبادره في التمرد على عادات وتقاليد مجتمعيه وصفتها بالباليه عدا عن كونها تجسد هدفا نبيلا يكمن في إطعام أفراد ليس لهم بعد الله سواها وننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ما زال هاشتاغ كلنا المقاومه نشطا عبر مواقع التواصل وزاد التفاعل فيه يوم امس بعد تنظيم الحركه الاسلاميه في منطقه طبربور بالعاصمه عمان مهرجانا جماهيريا يحمل العنوان نفسه احتفالا بالنصر الذي حققته المقاومه الفلسطينيه في الحروب التي خاضتها مع الاحتلال الاسرائيلي. طبعا الناشط السياسي والاكاديمي الفلسطيني عزام التميمي غرد عبر تويتر عصر امس قائلا: في مهرجان انتصار غزه في الاردن يرددون يا مشعل يا هنيه كل الاردن حمساويه نور تايه قالت أو وجهت التحية للأبطال حيث غردت عبر تويتر قائلة مهرجان كلنا المقاومة غزة العزة من الأردن تحية لكم ولصمودكم فلسطين يا أرضي سنعود قريبا أما سامر أبو الفيلات فاستذكر رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي وخاطب المقاومة قائلا: في ذكرى اغتيال ناجي العلي افرحوا بانتصارات المقاومه، اعيدوا الى روحه الحياه ولينظر حنظله الى الامام، كلنا مقاومه تحيا فلسطين. بهذه التغريده نكون قد وصلنا الى نهايه جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وننتقل الان مباشره الى استوديو نبض البلد والزميل محمد الخالدي. محمد مساء الخير. مساء الخير لنا وللزميل اشرف. ماذا ستبحث الليله في نبض البلد الليله سيتم بحث قضيه اضراب المعلمين في تمام التاسعه سيكون هناك مؤتمر صحفي لنقابه المعلمين للاعلان عن موقفها حول اضراب المعلمين والليله سنتابع هذه القضيه هل سيذهب سيتوجه الطلبه يوم غدا لمدارسهم ام انهم سيبقون في حال اضراب المعلمين في في منازلهم كل التوفيق محمد ونذكر بان هذه الحلقه ستاتي بعد الاخبار مباشره والى هنا نذكركم بابرز ما جاء في هذه النشره من عناوين نقابه المعلمين تعقد مؤتمرا صحفيا هذه الليله للاعلان عن موقفها من الاضراب وزير الخارجيه الامريكي يدعو المجتمع الدولي الى الانضمام الى تحالف دولي لمجابهه خطر تنظيم الدوله الاسلاميه مقتل العشرات من عناصر تنظيم الدولة الاسلاميه بعمليه عسكريه نفذها الجيش العراقي في محافظه الانبار مجلس الامن يناقش مشروع قرار امريكي لنزع السلاح من الفصائل الفلسطينيه وتدمير الانفاق في قطاع غزه أربعون ألف أسرة تسلمت دعم بدل المحروقات خلال الأسبوع الماضي بقيمة أربعة ملايين دينار تقريبا ودائما للمزيد من الأخبار والمتابعات زوروا موقع رؤيا الإلكتروني www.royanews.tv بأمان الله